الأشواط التي تنطلق بتنافس ما بين المشاركين لتحقيق الانتصار في هذا المهرجان المقام في أيضا الوثبة عاصمة الميادين. انطلق على بركة الله وبحفظه ورعايته شوط جديد هو 19 الخاص بالابكار الحقائق في ثاني أيام هذا المهرجان المقام في الوثبة. مقدمة الشوط المركز الأول صوقه هداف بن سعيد العامري ياتي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني معزة عتيق بن علي بن هزيم المسافري، بينما ثالثا البترول سيب بن مسفر بن راشد العميمي. المركز الرابع هي التحذير محمد بن حمد بن ضبون المسافري يتقدم في هذا الانطلاق في المركز الرابع، بينما مباشرة إلى المركز الخامس حيث بدأ التقدم من الجانب الآخر مذيار سيب بن محمد راعي الشيقه العامري. المركز السابع هذه هي وصلت روعة سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري. ننتقل إلى المركز السابع هذه اللي في المركز السابع تتواجد أيضا كذلك سواكن سعد عثمان العمدة يتقدم مع المركز السابع في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. راقب يا عبد الله العمدة أيضا هنا مع سعد العمدة. ننتقل إلى المركز الثامن ما شاء الله، شوف التقدم، شوف الانطلاق من الجانب الآخر في المركز الثامن. هذه هي الحدرة فهد بن علي المهندي يتقدم في المركز أيضا التاسع. المركز العاشر وصل أيضا مشاهدين الأعزاء شعار بن السهران مع أيضا علي بن راشد بن مسلم العمري يتقدم مع أيضا تواجد عصية تتواجد في هذا الانطلاق علي بن راشد بن مسلم العمري. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في انطلاقة هذا الشوط وفي إبداعات هذه الأسماء المتقدمة. الله شوف المقدمة روعة 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 تتقدم على الصدارة سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري يقود الشوط بمساره، كذلك راعي الشيقة ياتي مع مديار سيب بن محمد راعي الشيقة العامري تتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق والابداع الجميل. شوف اللقطات التي تاتي بها ايضا القنوات المتابعة لسباق هذا المساء ولهذا المهرجان، لقطات جميلة لمتابعة خلف الشاشات. وصل بن السهران مع عصية راشد علي بن راشد بن مسلم العمري يتقدم في هذه اللحظات. راهية سيب بن فالح بن راشد الشامسي وصلت ايضا تقدمت خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. شوف القادمة في المركز السادس، في المركز السادس هذه اللي تحمل رقم ايضا وتتواجد في هذا الانطلاق هي ايضا شهاليل ناصر بن معيوب بن سرحان الدرعي. سادسا وسابعا تتواجد في المركز السابع الديبة راشد بن عبد الله راعي الطيره العامري. تجمعت السبق، تجمعت الحقائق في الامتار الاخيره بدخول هذا الكيلو بمنافسه قويه فيما بينها البين لمن الناموس من هذه الاسماء. محتار ما بين اختيار السبوق التي تصمد في الامتار الاخيره، الناموس حليفا لها، السبوق دائما تاتي بالناموس. هذه راهي سيب بن فالح بن راشد الشامسي على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني تحركت روعه سعيد بن الدحبه بن قنازل العامري وراعي الشيقه في المركز الثالث، بن السهران في المركز الرابع. يا هي معركه قويه، منطقه الاعلام الخليجيه حرك الآلي وروح خلاص 500 متر ما تبقى على نهايه هذا الشوط. عادت روعه بن قنازل، عادت من الجانب الاخر روعه بن قنازل، سعيد بن الدحبه بن قنازل العامري، بن السهران معصيه، ولكن راعي الشيقه قادم. مذيار سيب بن محمد راعي الشيقه العامري ياتي في الامتار الاخيره. هذه مذيار غيرت الى الصداره، تبغي المركز الاول. عصيه بن السهران املها كبير وامال ايضا مالكها بتحقيق الانتصار لابناء السلطنه وخاصه ابناء بديه، ولكن راعي الشيقه مذيار سيب بن محمد راعي الشيقه العامري ذيرت مذيار لتظهر ولحقت في الكيلو التالي. هي مسافات البعد تقصر وتطرب لو المدازادي. بالمركز الثاني عصيه لعلي بن راشد بن مسلم العمري، ثالثا لبن قنازل كانت ايضا في الانطلاق سعيد بن الدحبه بن قنازل العامري روعه. المركز الرابع هي ايضا راهي سيب بن فالح بن راشد الشامسي، والمركز الخامس كان الوصول
هي ايضا مع انطلاقة وجود شخصية صوايح بن مطر بن حمد الخيلي، هذا الشوط ومساره. ولكن مديار كانت بطلة الشوط لتنطلق بشعار سيف بن محمد العشيقة العامري، قدمت الابداع في هذا الشوط وبتوقيت زمني لحظة الوصول الى خط النهاية مشاهدينا الاعزاء بست دقائق ثانية واحدة، ستة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، كانت ايضا مشاهدينا الاعزاء عصية حلت في المركز الثاني، علي بن راشد بن مسلم العمري بن السهران ست دقائق ثانيتين جزء واحد من الثانية، بينما المركز الثالث كان الانطلاق والابداع روعة حلت ايضا في المركز الثالث، وخلال هذا الانطلاق والابداع لحظة الوصول صاحبة المركز الثالث بست دقائق ثلاث ثواني ثلاثة اجزاء من الثانية سعيد بن الدحبة بن قنازل.